هناك تشافي بينهم. العلاقة بين الديمقراطي والاتحاد تمر بكروفر. تستمر خلافات الأحزاب الكردية في تعقيد المشهد السياسي في إقليم كردستان. وتيرة الخصومات بين الأحزاب الكردية ترتفع إلى أقصى درجاتها. خلاف الكردي الكردي صارت بالنعل بالشحابة. لا لا يا معودين لا 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 ترى انت اخوان لا ترى انت اخوان مو حلوة توصل بيناتكم مو حلوة توصل بيناتكم يصير خربت يا ربك صارت بجواري. لا لا اخوان عيب اوقفوا لا حد يشمر بعد لا حد يشمر بعد اوقفوا عيب عيب لك لك عيب صارت بالقناة ايش خليت للعفطي سرسرية وصلت الجواري بعد سرسرية. ترى انتم ممثلين شعب ممثلين شعب عيب يصير بيناتكم زعل هو واحد يصيح على الثاني وواحد يتفل على الثاني يعني هسه يعني انا خايف يتطور الموضوع ويتعدى مرحله الحذيان والقنادر والجواري. حتى وصل الحال للتهديد بانفصال السليمانيه عن اربيل. احاديث عن تحركات جديده من قبل السليمانيه للانفصال عن كردستان. خلافات الكرد هل تصل حد انقسام السليمانيه من الاقليم بشكل فعلي؟ تلوح الاتحاد او تلوح السليمانيه بالانفصال عن اربيل. لانفصال محافظه السليمانيه عن حكومه الاقليم. يعني معناها السليمانيه راح تنفصل. ايوا هي وتدور الدوائر وما ادري شنو. شوفوا ايش قد نصحناه وقلنا له اترك سالفه الانفصال اللي كل ما تصير مشكله ترجع تتطرق لها. هاي النتيجه. اول من طالب بهذا الانفصال هو شعبك وجمهورك. يعني انا هسه هذا اريد اجيب الخريطه. تمام؟ لا مو هسه. هذا اريد اجيب الخريطه مال اقليم كردستان، تمام؟ واهبر من عندها قول سليمانيه. هاي منا سليمانيه هاي، هاي حدودها راحت، لا اوقف هذا شارع. هذا تابع لسليمانية مو لربيل حتى حق الله واحد يسولف غير ها هاي هبرنا سليمانية منها راحت هاي شو بقى عندنا؟ بقى عندنا نطير من عندها نص الهوك باعتبار الاتراكم عشعشين بيها فهاي ما تابعة لك تمام؟ هاي هنا ها ها هاي هنا قاعدين ذولا اها شو بقى لك خالي؟ كل شيء ماكو بس شكلاوي وشلال قال لي علي بيك بلي علي قال لي بلي علي تمام شرفك.